واش الاخوان شمن تكونوا كاملين بخير وعلى خير؟ بالنسبه لابرز النقاط اللي كانوا هذا الاسبوع اللي خاصنا نهضروا عليهم، النقطه الاولى انتقال منير محمدي الى ناتش بركان العلاقه ديالو بنادي الوداد الرياضي. النقطه الثانيه هي التكذيب اللي تلاح في باش اوفيسيل ديال نادي الوداد الرياضي وشنو هو الهدف منه او الخلاصه ديالو. النقطه الثالثه هي عوده السوبر ليغ. النقطه الرابعه وهي عدم اعلان نادي الوداد الرياضي المدرب لحد الان. قبل ما يبدا الفيديو الاخوان ما تنساوش اللي باقي ما دارش لايك وابوني الباج ديالنا يخليها راه ما يخسر والو وتفرجوا حتى الاخر. بالنسبه للنقطه الاولى الاخوان واللي هي انتقال منير محمدي لناتش بركان، واش فعلا منير محمدي كانوا عنده مفاوضات من طرف نادي الوداد الرياضي؟ وهادشي كامل شفناه غير في الصفحات الفيسبوكيه وشفناه في فيسبوك. يعني كنتي كتشوف منير محمدي كتلقى حدا الوداد الرياضي، يعني منير محمدي قشعرين بالوداد وهادشي كامل في فيسبوك يعني وفي مرابر صحفيه، اللي انا صراحه ما كنتيقش في هادشي انه كيبغيو يروجوا الاسماء او كتلقى داك الكارتين غادي لشي فرقه اللي ضامنه بحال كاع يعني فاهم مع بركان شحال هادي وكيروجوا سميتو كيربطوه مع نادي الوداد الرياضي باش يحيدوا عليهم العين باش يقولوا راه هذا الفريق واعر حيد هذا اللاعب لهذاك الفريق وكذاك الفريق كاع ما هضر مع داك اللاعب اصلا. وهادشي راه عادي في الميركاتو. الميركاتو شوف هاد المرحله ديال الميركاتو كيدوزوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيحقدوك يعني صراحه يعني وكيخليو بنادم مبرصط وبزاف ديال الحوايج. اهم حاجه الاخوان واللي عجبتني انا وهنا انا نرجع للنقطه الثانيه اللي تلاح يعني على الباج اوفيسيال داك التكذيب اللي تلاح، شنو الهدف منه؟ هذاك الهدف منه هو انا مشيت للفقره الاخرى غتلقاهم قالوا لك بصالح العباره انك ما تشيق حتى حاجه تلاحش في لي باج ديال الفيسبوك او المنابر الصحفيه من غير باج اوفيسيال ديال الوداد. وهنا كياكدوا لك على انه جميع الاخبار او جميع التعاقدات او اي حاجه غتكون ان شاء الله غتكون في باج اوفيسيال. وتشير طرقنا الفيديو الاخر يعني هشام ايش منا عنده عقليه ديال انه انا هشام ايش منا من اللي كان في المحمديه يعني كنت كنشوف هذه الخدمه كان كيديرها مع المحمديه. تخيل معايا المحمديه باج ديالهم اللي يعني باجات ديالهم سواء فيسبوك سواء انستغرام سواء تيك توك في متابعين اللي كثر من الجمهور اللي عند يعني عارفين ان الجمهور ديال المحمدي يعني كاين واحد الكميه قليله والباج ديالهم طالعين وكانوا كيخدموا بحشرافيه ملي كان هشام ايش منا شادو اي تعاقد كانوا كيديروا في باج اوفيسيال يعني كانوا كيخدموا بحشرافيه. هادشي غير مع المحمدي فما بالك هشام ايش منا مع نادي الوداد الرياضي. وهشام ايش منا راه مسير بعقليه شبابيه وعارف شنو الجمهور الوداد باغي. دونك لحد الان داكشي كيمشي بسريه تامه، تلقاهم تفاهموا مع بزاف تلقاهم تفاهموا مع مدرب، تلقاهم تفاهموا مع بزاف اللعابه وكيتسناو غير التوقيع الرسمي باش يقدمون في باج اوفيسيال ان شاء الله باش تكون خدمه احترافيه. وتي غيكون بشويه بشويه لحد الان راه هشام ايش منا باقي على رئيس فرع كره القدم يعني ان شاء الله غادي في الاخر ديال شهر 7 يكون رئيس النادي. وديك الساعه الخدمه بدا بشويه بشويه، ما يمكنش انك دير كل شيء في دقه الشراء يعني حنا عارفينه يعني ناصر 10 سنين هو معاك يعني وشي حوايج اللي كان يلا كيفكر يدير بلا ما نطرعوا ليهم، ولكن حنا بشويه بشويه شي كامل غيتحقق ان شاء الله. اهم حاجه هي انك تحيد من الاشاعات يعني ويعني اي حاجه جديده تولي تلاح في باج اوفيسيال باش حتى الباج يديو ما يطلعوا وتكون الخدمه بحشيراف يعني في انا كودادي يعني غنولي ندخل باج اوفيسيال نشوف الجديد ديال نادي الوداد الرياضي بقات نتسنى حتى واحد لحد الان ما غيلوح لك شي حاجه رسميه. وهشام ايش منا غادي كما كنقولوا بالدق والسكيتش، راه ما يمكنش هشام ايش منا يشد الوداد في باقي حتى ما ولا رئيس النادي بحال هذا اختبار ديالو كرئيس فرع كره القدم راه غيبغي يبين بانه كيستاهل يكون رئيس ديال نادي الوداد الرياضي غير شي حاجه. بزاف ديال الاخوان كيصيفطوا لي سوا في انستغرام سوا في فيسبوك يعني مبرزطين خويا السوق خويا هشام ايش منا تعطل علينا هكذا عارف شي حوا الاخوان وكيقول لك واحد المثال راه ما يسبق السوق الشفناجه. دونك ارتاحوا نرجعوا للسؤال ديالنا الاول او النقطه الاولى واش فعلا كانوا مفاوضات بين الوداد وبين بين بين السي منير محمدي سواء من طرف البرناكي سواء من طرف ايش منا. خاصكم تعرفوا ان ايش منا راه في منبر صحفي ديال جريده الصباح كان قال على انه او بين لانه مقتنع بالمطيع كحارس نادي الوداد الرياضي وانه ما كيفكرش انه يجيب كارديان مطيع بوغ ان ايتو غادي يبقى حش المطيع باش عرفوا الاخوان انفو هو قال انه المطيع غيبقى راه ماشي المطيع غيبقى او غيجلس كابونتوش. المطيع راه ماشي ديال البونتوش باش تعرفوا الاخوان وما يرضاش هو يكون كابونتوش. دونك مدوى المطيع غيبقى الا راه غيبقى الحارس الرسمي ديال نادي الوداد الرياضي وما يمكنش انك تجيب كارديان بصالير طالع وانت عندك كارديان اللي ممكن يكون احسن منه. ما
فهمتي، حنا عارفين ان مولاي المحمدي هذوك الناس بركان عندهم فلوس اللي ما عرفناش من كيجيبوها، يعني نتمنوا انهم يوضحوا لينا ديك الفلوس او ديك اللعاب اللي كيجيبوا، يعني كفارغ ما عندوش بركان اللي يعني شي كي تلقاه ب 10 دراهم مستشير عندهم التحميس ما عندهم لا فوسفات ما عرفش انا ديك الفلوس مين كيجيبوها صراحه، يعني الله يسهل عليهم. غير هو الخلاصه انه ما كانش مفاوضات بين ايش منا بين ايش منا وبين بين مولاي المحمدي، وموني المحمدي تلقاهم فاهمين علاش موني المحمدي الاخوان اللي خدمتو العقل. موني المحمدي شفناه مؤخرا يعني تزوج في المغرب، الاصل ديالو او العائله ديالو كاينه في الناظور، والناظور راه حدا بركان راه ملاصقه مع بركان، دونك غيستقر مع عائلتو راه باينه وغيبقى قريب لعائلتو وغيمشي لناظور بركان. وشي غبيه الاخوان باش نخدمو حتى حنا العقل، وراه حنا راه كنتفرجوا في كوره وعارفين لي ديطاي وبزاف ديال الحوايج. راه المحمدي راه طالع في 35 عام، الموطي راه باقي صغير، يعني دار خدا بزاف ديال التجارب مع الوداد، يعني واصل معاك فينا الشامبيونز اللي كنا غنديو البطوله الاخر دوره، يعني العام اللي فات كان يخرج بواحد جوج تيجرات لكن ما كشافش وكانت القيمه السوقيه ديالو غطلع. دونك موطي راه صغر من المحمدي، ممكن انه يعني الى تقادت الفرقه العام ان شاء الله يعني يبان المستوى الحقيقي ديالو، راه باين قبل داك العام. راه ما نساوش ان الموضوع راه بسببه دزنا الدومي فينال ديال كاس العرش بينالتيه ضد شطوان، بسببه دزنا الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ بينالتيه ضد سان بالانسيشو، يعني بزاف ديال الحوايج ضد طنجه كذلك، يعني بينالتيات كتلقاه واعر في خارج الكاري مزيان، عنده مشكل داخل الكاري اللي كنتمنى يخدم عليه، وراه حتى الديفونس ما كيعاونوش فيها. دونك انا الخلاصه هو انه الموضوع راه احسن من المحمدي. المحمدي الا كان داك الصالير بصح ديال ناتي شبركان غديروا معاه ديال 700 مليون في العام، راه بزاف راه لا يمكن انه غاردين يعطينا داك المبلغ في المغرب. ولا اظن ان الوداد يعني الا بغى تجيب غاردين اللي كبير اتصبقوا على اللعابه في مراكز خاصه اللي خاصين، يعني ما يمكنش انا الهجوم ما عندي فيه حتى لعاب ونمشي نجيب غاردين كيتخلص 100 مليون ولا 700 مليون في العام، راه لا يمكن. يعني 700 مليون تجيب لك مدرب واعر، راه موكوينا وعلى راه كان كيدي 700 مليون في العام مع سانتوس هو الطاقم ديالو. دونك هادي النقطه الاولى، والنقطه الثانيه اللي هضرنا على التكذيب وشنو هو الهدف منه هذاك التكذيب اللي لاحش باج اوفيسيال، هو انك ما تشيق حتى حاجه تلاحش فيسبوك وفي لي ريزو سوسيو، ان اي حاجه جديده غتكون في باج اوفيسيال ديال الوداد، وهادشي اللي بغينا الحمد لله. بالنسبه للنقطه الثالثه وهي عوده السوبر ليغ، يعني كما شفنا في باج اوفيسيال ديال الدوري الافريقي البارح سواء في فيسبوك سواء في انستغرام سواء في تويتر، انهم قالوا لك انهم كي يعني كيوجدوا النسخه الثانيه وباقي التفاصيل غيلوحوها في قادم الايام، يعني شحال من فرقه غتشارك. يكذب على الكذاب يقول لك شكون هما الفرق اللي مشاركين ولا شحال من فرقه غتشارك، لانه يعني لحد الان باقي ما لاحوا حتى حاجه. وشوف راه 100% غيديروا عاوتاني التصنيف الافريقي، تقدر تكون 16 فرقه، تقدر تكون 24، تقدر تكون 8 الفرق، ولكن غالبا غيكونوا 16 فرق او يختاروا جوج فرق من المغرب اللي ممكن تكون الوداد وبركان او الوداد والرجاء. دونك كاينه النسخه الثانيه وغالبا غتكون في شهر واحد، على ما اظن غتكون في شهر واحد، وراه حتى هشام ايش منا كيلمح ليها مع المنخرطين يعني على انه كاين سوبر ليغ. دونك الحمد لله هادشي اللي بغينا، يعني كاينه تلعب السوبر ليغ، تلعب تنافس على البطوله على كاس العرش، وكاين كاس العالم، يعني السوبر ليغ منافسه اللي فيها فلوس ديال بصح اللي تعاوننا باش اننا نوجدوا يعني يعني ديال الفرقه او شي كلا، يعني راه الفينال ديال السوبر ليغ راه تبارك الله، وعلى ما اظن ان غيزيدوا فيه يعني في الارباح الماديه غتكون اكثر من العام اللي فات. دونك الحمد لله هادشي اللي بغينا. هذا ما كان الاخوان، هادو ابرز النقاط. بالنسبه للمدرب يعني كما قلت لكم راه لحد الان الاخوان دوك المدربين كاملين راه كانوا مجرد اشاعات، يعني وكيبغيو يروجوا الاسماء ديالهم ويربطوا بنادي الوداد الريادي. انا على ما شفت اليوم واحد الصحفي اللي موثوق هضر على انه كاين عرض من نادي الوداد الريادي الموكوينه، وانا كنتمنى انا لا مدرب لا الا كنت غنهضر على شي مدرب فموكوينه يستاهل يكون في نادي الوداد الريادي، مدرب اللي صغير، مدرب اللي عنده كارير زوينه واخا يلا بهادي، مدرب اللي يعني مجنون بالكره يعني بالتدريب. الا بغيتو تعرفوا موكوينه دابا بصح سيروا تفرجوا في الحلقه اللي كان دار بن شقرون مع يعني مع ابو طويل، راه غادي يقول لكم موكوينه كيفاش دايروا داك السيد. نتمنى ان شاء الله يشد الوداد لانه مدرب يعني بيجي على الالقاب، مدرب اللي عقليه يعني اوروبيه، مجنون بغوارديولا. دونك نتمنى انه الا كان شي مدرب فيكون موكوينه، ولما لا يكون شي واحد احسن من موكوينه. حنا الهدف ديالنا هو انه اول حاجه وابرز حاجه هي انك
مدرب كبير تحيد لك ليتيش لانه الاخوان باقي شي مليار على ما اظن حسب عادل عمر في راديو مارس انه ملي جيت نحسب المجموع ديال ليتيش اللي عندنا فراه مليار يعني الاخوان ماشي سهله. دونك يعني اول حاجه اول اختبار لايش منه هو مدرب كبير زائد يحيد دوك ليتيش عاد نشوفو نشي دابا ان شاء الله ولا يشرف عليهم طاقم تقني باش تكون داكشي بحشيره فيه. دونك معكم زكي السكيك تحياتي.